بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن كالعادة عن بحث جديد. المرة دي بقى هنتكلم عن بحثين جداد مهمين جدا للصحة بتاع الإنسان. جميع الناس بتحب إنها تقي نفسها من الأمراض، الوقاية خير من العلاج. نحب نقي نفسنا من الأمراض المزمنة كلها. الأمراض المزمنة كتير، على رأسها السكر والضغط وتعب العين وتعب القلب وظهور الأمراض زي السرطانات والحاجات اللي كل الحاجات اللي بتيجي فوق سن 40 سنة دي بيسموها أمراض التابعة لكبر السن. فلو أنت بقدر الله سبحانه وتعالى حافظت على صحتك وأخرت الشيخوخة دي أو الأمراض دي، تقدر بأنك أنت كده تعيش حياتك بصحة وتستفيد بيها أطول فترة ممكنة. البحث اللي معانا النهاردة بيتكلم عن منتج طبيعي جدا اسمه السبرميدين. سبرميدين مادة طبيعية اسمها غريب العجيب ده سبرميدين، لأن هم اكتشفوها أول مرة. أول ما اكتشفت مع الحيوانات المنوية، فلذلك سموها سبرميدين، يعني المادة المصاحبة للحيوانات المنوية، وهي مسؤولة عن انتعاش الحيوانات المنوية ونشاط الحيوانات المنوية. مادة السبرميدين دي يعني هي موجودة، ولو موجودة بقى في كل خلايا الجسم، وجسم الإنسان يعتمد عليها بصفة كبيرة جدا، لكن كان تركيزها أكتر طبعا مع الحيوانات المنوية، لأن طبعا خلايا الحيوانات المنوية بالملايين وبتحتاج المادة دي. اكتشفوها أنها موجودة حتى في كل الحيوانات وفي كل النباتات، ولكن متوفرة بكثرة كبيرة جدا في القمح. هتستغرب، في القمح ومش في كل القمح، في جنين القمح، موجودة جوه جنين القمح. بس قبل ما اتكلم عن البحث بتاع النهاردة اللي بيتكلم عن ازاي ناخد المادة دي بصفة كويسة جدا، عاوز اتكلم عن فوائد السبرميدين دي للصحة، لمنع الامراض المزمنة كلها. اول حاجة فوائدها، دراسات كتيرة اتعملت عليها بتقول ان السبرميدين ده بيمنع مخاطر الاصابة بامراض القلب، الاوعية الدموية، أمراض العصبية اللي هي اللي بتظهر في الجهاز العصبي، يعني زي الخرف والأعراض بتاع الحاجات اللي بتيجي الجماعة الكبار دول. بيقاوم السرطان، بيقاوم هشاشة العظام، بيقاوم الالتهاب المزمن اللي بيجي في الجسم عموما وبيدمر الجسم تدريجي وبيهد الصحة تدريجيا، بيسموه الانفلاميجينج أو التهاب المصاحب لكبر السن اللي بيهد الإنسان ده. مادة جميلة جدا وموجودة في جنين القمح. طبعا دي ملخص الفوائد بتاعته اللي جات في بحوث كتير، وخصوصا البحث اللي انا هحطه لكم ده في صندوق الوصف. هتبص تشوف عندك هنا في الفيديو، يعني جماعة المذيعين دول والمستضيفاهم مبين لنا، الدكتورة بتاع التغذية دي مبين لنا القمحية تركيبها ايه. هنلاقي ان في ثلاث مكونات رئيسية في القمح: القشرة، ودي بنسميها النخالة، ودي احنا بنشيلها ونرميها، وقلنا قبل كده في فيديوهات كتير جدا دي اهم من اهم المكونات اللي احنا بنرميها وبتقي من امراض مهمة مزمنة زي السكر. عشان كده بننصح، وناس كتير قوي بنصحوا بانك تاكل العيش اللي هو الحبة الكاملة، عشان بيبقى فيه كل حاجة من القمح، ما ترميش النخالة بتاعته دي. تاني حاجة اللي هي الحتة البيضة دي، ده هو الدقيق بقى، اللي هو ده عبارة عن مادة نشوية، يعني بتدي سكر في الجسم وخلاص، لكن ليست لها قيمة صحية غير انها تدي طاقة جوه الجسم اللي احنا بننقل عشان ناخدها. وفي بقى اهم حاجة بقى كمان، جنين القمح. جنين الجنين بتاع القمح اللي انت شايفه قدامك ده هو اللي بيحتوي على المادة السبرميدين، ومعاها كمان اخوها اسمه سبرمين وبوتروسين، مواد كلها مضادة للشيخوخة، مواد يعني بيسموها مواد اكسير الشباب. للأسف بيعملوا بينخلوا ويرموه، لأنه لو سابوه مع القمح بيؤدي إلى، لأنه مادة بروتينية وكده، بيؤدي إلى سرعة تعفن القمح
ريحة القمح دي يعني اتغير، فعشان كده بينخلوه ويشلوه. وبيتباع لوحده ده، لو انت بقى سألت على جرين القمح ده نص كيلو ولا الكلام ده، يعني سعره مش غالي. نيجي بقى لبحثنا النهارده الأساسي اللي بيتناول ايه؟ أهم مصدر وطريقة للحصول على الاسبرمينين ده من جنين القمح. كيف نحصل عليه بدون أن يفسد أو يتكسر أو الكلام ده؟ فلعمل البحث ده مجموعة بحثية من على رأسهم دكتور اسمه فرزاد كوبار فارد، وده من إيران، حب يشوف أفضل طريقة للحصول على الاسبرمدين بدون تكسير بدون ما يبوظ من جنين القمح. فجاب ثلاث أنواع من جنين القمح اللي هم متوفرين عندنا: جنين قمح مفصول صناعيا بالنقل بيفصلوه في الصناعة عن الدقيق وبيتباع، وفي جنين قمح بيتفصل بعد ما يتنبت القمح، القمح يتنبت تمام، يحصل له انبات زي ما بننبت القمح كده عشان البليله والحاجات دي. هل في البليله في سبرميدين؟ حتى لو حاولت افصله منها، هل في الجنين بتاع البليله بتاع القمح ده هل هيوجد في سبرميدين ولا هتكون الماده دي باظت ضاعت؟ يعني هل انا اشتري قمح وبعد ما بله ونبته عشان اكله هل هحصل على الاسبرمدين ده؟ والطريقه الثالثه فصل جنين القمح يدوي من الحبوب برضو بعد انبته. يعني اعتبر ان في طريقتين، سيبك من الطريقه اليدويه دي. وجاب جنين القمح وعمل عمليات استخلاص وبيسموها اكستراكشن، ياخد المواد الفعاله من جنين القمح المفصول صناعيا ومن جنين القمح بعد التنبيت والكلام ده، وجهاز تحليل غالي جدا وحقن عينات كثيره جدا فيه، ووصل للنتيجه الاتيه، ودي هي التوصيه بتاعتنا، ان عشان تحصل على اكبر كميه من الاسبرمدين اللي اتكلمنا عنه بقى مفيد للصحه ده جدا، ابعد عن القمح النابت او جنين القمح المفصول من القمح بعد الانبات. بعد ما ينبتوه ويفضلوا يفصلوا منه الجنين بتاعه ده مش هيبقى فيه اي اسبرمدين، لان عمليه الانبات نفسها بتخلي فيه انزيمات تشتغل، والانزيمات اللي اشتغل دي بتاكل الماده اللي موجوده. هي مع عمليه انبات البذور كده، البذره ربنا خالق فيها حاجات بحيث تساعد البذره على النبات وانها تطلع بعد كده النبات ده بتاع القمح. فهي بتكون ان القمح نفسه استغله له، هو عامله ليه؟ هو عامله له هو عشان خلايا هو. فانت نفصله عنه قبل ما ننبته. فلازم انت لما تيجي تشتري جنين القمح، مش زيت جنين القمح، جنين القمح تشتريه اتاكد ان هو مفصول بالطريقه الصناعيه، بطريقه صناعيه بقى مش منبت، مش منبت. الجماعه بقى الاجانب عشان هم دايما بيحبوا قوي قوي يستفيدوا الصناعه والكلام ده، يقول لك انت هتجيب ليه بس انت جنين القمح والكلام ده هو ده وممكن ما يبقاش فيه والكلام ده؟ لا ده انا، وده بقى مهم للجماعه اللي عايشين بره، لاخواتنا اللي بيسمعونا اللي عايشين في البلاد الاجنبيه، ده انا ممكن اعمل لك الاسبرميدين ده في كبسولات وسبلمنت يعني مكمل غذائي وابيعه لك. والمنتجات دي مشهوره قوي وموجوده على الانترنت، ويعمل لك كده زي ما هتشوف عندك كده، يكتب لك على العبوه اسبرميدين وراها قمح، اسبرميدين وناس عضلات وصحتهم كويسه وهكذا، يعني يحط لك صوره بتدي فكره عن المفعول بتاع الاسبرميدين. فأنا بنصح كل واحد مهتم بصحته وخايف على إن هو يصاب بأمراض مزمنة مبكرا إن هو يجرب بقى موضوع جنين القمح، ويقول لنا في التعليقات إيه الفايدة بتاعته. وطبعا الفوائد اللي هي لازم تمشي عليه فترة طويلة عشان تقدر تشوف إيه الفايدة بتاعته لصحتك. في يعني قصة أنا قريتها، أنا معرفش هي حقيقة ولا لأ، قصة كانت عندنا في مصر من القصص اللي هي اتنشرت في الجورنال في الجرايد كتيره جدا، ان في شاب من الصعيد يعني زوجته بعد فتره قصيره من الزواج طلبت الطلاق منه نظرا لكثره يعني لكثره اللقاء يعني بشده اكتر من 10 12 مره في اليوم، وده كان شيء يعني كبير جدا. فطبعا الصحافه كلها راحت تشوف الراجل ده وايه العمليه وبتاع،
واتنشر الموضوع ده في الصحافه، وهو قال لهم انا ما بعملش اي حاجه خالص غير ان انا باكل القمح، بجيب قمح واقعد اكله وبتاع والكلام ده. فانا ساعتها استغربت قوي، القمح يعني مثلا مش بياكل لحمه ومش بيعمل مش عارف ايه والكلام ده، الحاجات اللي هي الناس معتقده ان هي بتدي صحه، وخصوصا او بيجيب منشطات اللي معروفه يعني انها بتزود القدره الجنسيه وكام. ولكن هو قال لك انا باكل قمح، فطبعا هو بياخد القمحيه بس ما اعرفش بقى بيعملها نبتها ولا لا، لان احنا قلنا الانبات ده بيقلل الانبتاع وبتزود القدره الجنسيه، لان طبعا بتدي كميه كبيره جدا من الاسبرمدين، وبيؤدي الى كميه تخليق الهرمونات بتاع الذكوره، وبيؤدي الى تخليق للحيوانات المنويه. فواضح انه كان بياكل كميه كبيره جدا يعني. لكن الاسبرمدين والماده او الموجوده في جنين الحديد مهمه للانسان عموما، يعني مش للذكور بس، للذكور واناث. هي ما هياش هرمون ذكوره ولا هرمون انوثه ولا حاجه، هي منشط للخلايا، بتمنع التدمير اللي بيحصل جوه الخلايا. ده بس كلام بسيط جدا عن الاسبرمدين، والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.